دائما يستخدم البعض في الامتحانات إجابات تنقذهم من المواقف الصعبة، فمنهم من يلجأ للكتابة بأي شكل أيا كان حتى لا يترك ورقته فارغة، ولكن تصبح الإجابات كوميدية وساخرة. إليكم أطرف 10 إجابات للطلاب في امتحانات نهاية العام. واحد، طالب يجيب على سؤال من هم العشرة المبشرون بالجنة ويذكر في الإجابة اسم موسى وعيسى وعلي بن أبي طالب وأبي لهب. اثنان، طالب يجيب في الامتحان مقولة يقول فيها والنبي يا دكتور نجحني عشان خاطر أم العيانة، دي ممكن تموت فيها بعد الشر، مقبول بس مش طمعا في أكتر من كده. ثلاثة، طالب يكتب في المكان المخصص للدرجة أستاذ قبل أن ترصد الدرجة أنا أحبك، ووضع علامة قلب بجوارها. أربعة، طالب يقوم بقطع جزء من ورقة الإجابة ويكتب للمصحح قطعت الورقة عشان أحك أذني. خمسة، طالب يجيب على سؤال ماذا فعل الرومان بعد عبورهم للبحر المتوسط حيث أجاب بشكل ساخر قاموا بتجفيف ملابسهم من الماء. ستة، طالب يجيب على سؤال مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، أذكر واحدة منها ليجيب الطالب على هذا السؤال كيف لا يعلمها إلا الله وتقول أذكرها. سبعة، طالب يكتب على ورقة الإجابة نجحني أبويا هيشتري لي بلاي ستيشن. ثمانية، تسببت إجابات أحد الطلاب في الصف الرابع على اختبار لمادة اللغة الإنجليزية في استقالة المدرس، واعتبر أن ورقة إجابة الطالب هي أفضل ورقة يستطيع أن يكتب عليها استقالته، وترك العمل في مهنة التدريس. وكتب المعلم للطالب قبل أن يوقع على ورقة إجابته بالاستقالة صفر في جميع الإجابات بجميع الألوان، ونشر صورة من ورقة الإجابة على موقع فيسبوك وعليها استقالته، وجاءت إجابات الطالب ساخرة، فكتب ردا باللغة العربية على كلمة بوست في امتحان اللغة الإنجليزية بشكل كوميدي ساخر وقال بوست إيد أمك اليوم. تسعة، طالب يكتب على ورقة الإجابة اللهم اجعل ورقتي من الأوراق التي قبلت، وبجوارها علامة إيموشن للضحك. عشرة، جاء رد طالب عن سؤال لماذا يصب الأمازون في المحيط الأطلسي بإجابة صادمة حيث أجاب هذا من أمر ربك هو اللي أمره ولا أعرف من وين قاله. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.